بعزيمة وطموح الكبار شارك سليم وآية في المسابقة الدولية للشطرنج وهما أصغر المشاركين، حيث تحدوهما رغبة كبيرة أن يصبح بطلين عالميين، خاصة أن سليم تفوق على منافس يفوق سنه 40. عندي 8 سنوات، اليوم جيت لهذه المشاركة في ولاية وهران وأنا جاي من ولاية بلعباس، وأنا بطل الجزائر 2022. اليوم ربحت واحد حوالي 40 سنة، بصح الشطرنج ماشي قضية تاع كبر ولا صغر، قضية تاع ذكاء. هذه هي، إن شاء الله نكون بطل عالمي ونشرف الجزائر. وبديت رياضة الشطرنج من 5 سنوات، وراني باغية نولي بطلة عالمية ونشرف الجزائر كلها. الشطرنج هو رياضة نخدم فيها مخي، وخصني نحسب ونتريني، وهي رياضة جميلة. هذه المسابقة عرفت مشاركة فاقت 150 من خيرة لاعبي الشطرنج بالجزائر وبعض الدول العربية. الدورة تعتمد على النظام السويسري في لاباريمو، يعني في نظام التحكيم، وزيد على ذلك يعني تضم مجموعة من ناخبي لاعبين النخبة الوطنية، يعني الفريق الوطني. المشاركين يزيد عن 155 مشارك. عدد الدول المشاركة كان فلسطين والأردن مشاركين، أضف إلى ذلك الجزائر، وأزيد من 35 ولاية عبر الوطن مشاركة في هذا الإيفينمون. نوعية المشاركين هنا كاين دي ماتر انترناسيونال، يعني اساتذة دوليين مشاركين هنا، كاين دي كونديدا ماتر ثاني اوسي، يعني مستوى رائع، يعني مستوى. هذه الرياضة الفكرية التي لا تعترف بالكبير ولا الصغير، فقط الذكاء هو من يصنع الفارق، فكيف لا والعينة آية وسليم.